احنا اليوم قدرنا نعمل تجربتين مثل دي ار واي. التجربه الاولى كانت عباره عن صنع خلاط للمواد الكيميائيه من خلال مروحه وعده مغانط، بالاضافه طبعا قدرنا تغذيه كهربائيه. التجربه الثانيه كانت عباره عن اداء للحلال الكهربائي للدي ان اي بجيل اغر. وهي يعني هاد هاكر سبيس كان، لان اليوم طبعا طالع احنا كنا استخرجنا الدي ان اي ببيوتنا ولوناه وجبناه وقمنا بترحيله كهربائيا. نحن هون مجموعه ويكيلوجيا ميت، مجموعه من المهتمين بالطب، بيولوجيا، الكيمياء، هندسه طبيه، كل الامور اللي لها علاقه بالطب والبيولوجيا. اول شيء طموحنا انشاء محتوى طبي فعلا مفتوح وبشكل تعاوني من خلال تقنيه الويكي. ايضا طموحنا ادخال دي اي واي بايو لبلدنا وانه نقدر نوصل لشيء معين، طموح معين بمجال دي اي واي بايو. فكرنا ايضا باستفاده من مشاريع البيانات الطبيه وتطبيق الطب 2، لكن مبدئيا احنا هذه خططنا المستقبليه.